يصير نجم نقول هذا احسن اختبار ليكم انتم ساعه انت مع المنتخب امام النادر الصفاقسي وليلك انت كذلك قبل لقاء سيدي بوزيد. لا صحيح كومبيتيسيون في بعضنا سي اس اس كيب ناسيونال بالنسبه للمنتخب تجربه باهيه نلعبوا كونتر النادي الصفاقسي ماك تعرف نادي كبير وباهي الاول تاع الشامبيونا دونك باش نلقاو الريتم تاعنا باش نمشيو ان شاء الله كومبيتيف في الكوب دافريك بالنسبه لي انا باهي كومبيتيسيون زاد مع الاخر باش نمشيو سيدي بوزيد ان شاء الله ننتصر غادي ان شاء الله. لقاء اليوم كنت وقفت العديد العناصر خصوصا الشابه اليوم في تقييمك للملاعبيه هذوم احنا المقابله الوديه هذه من الهدف منها هو فما لاعبين اللي ما عندهمش طون دو جو ياخذوا طون دو جو نتاعهم فما ملاعبيه كذلك باش نشوفوهم في مراكز جديده وشفناهم فما ملاعبيه اللي هما من صنف النخبه باش يشاركوا اليوم في مع الفريق وشاركناهم تبقى ديما الفائده موجوده الفائده خلينا من النتيجه الفائده تكون خاصه على مستوى الاختيارات حيز الاختيارات كي يتوسع يولي عندك انت اكثر فكره بلو بريسيز معناتها اكثر دقه في الافكار نتاعك ولا في التقييم نتاعك للاعبين عن طريق المقابلات هذه لعبنا ضد ادفيرسير اليوم اللي هو ليليت كون لو في او نو اي 23 سيت اون ايكيب اولمبيك ايليت نخبه اسبوار تو لي جوار اللي لعبنا معاهم اليوم يلعبوا في ليكيب سينيور نتاع جمعياتهم يمثلوا جمعياتهم كل يوم واحد عارفين اللي باش يكون مستوى نتاع المقابله باش يكون في برشا اندفاع برشا ثنائيات برشا نزاعات برشا زاد دي بروبليم دو جو وهذوما اللي حاجتنا بهم مقابله الوديه انه نخليو النيفو نتاع لوبوزيسيون ديما عالي. شوف انا منا ماتش باي ذولي الماتش نتاع الجمعه هذيا خلينا بريسك الكل حاضرين معناها الماتش الجاي باش الكوتش معناها يرى الاختيارات نتاعو كو ذولي ماتش اليوم ضد ليكيب ناسيونال تشوف معناها الاجريسيفيتي تشوف معناها اللعبه كيفاه بريسك معناها كيما ماتش سيدي بوزيد باش نلعبوها الجمعه الجايه كو ان شاء الله الاولاد الكل حاضرين ونروحوا غادي بانتصار يكون الانتصار 6-9 تبان ان شاء الله. عملنا ماتش دابليكاسيون باهي ان شاء الله معناتها ليكيب معناتها كي تعرف صار معناتها اولادنا مشاو ليكيب ناسيونال معناتها ماتش باهي سيرتو الجوار ناقصين شويه لابليكاسيون عملنا ابليكاسيون باهي ان شاء الله نحضروا به ماتش سيدي بوزيد في سيدي بوزيد وان شاء الله معناتها قاعدين نخدموا سيرتو الجمعتين اللي فاتوا خدمنا جمعتين باهيين صار مجد قدامنا الجمعه هذه وان شاء الله نمشيو معنويات مرتفعه لسيدي بوزيد ان شاء الله. سي فؤاد على مستوى الاعداد البدني خصوصا في الراحات هذوما يكون فما برنامج خاص للملاعبيه شنو حضرتوا الملاعبيه سيرتو قبل لقاء سيدي بوزيد؟ بالطبيعة هي فترة مهمة استغليناها باش نقربوا مستوى اللاعبين من الناحية البدنية بالطبع فما عمل بدني فردي تعمل اللاعبين نقولوا احنا ان ترافاي على كارت تعمل طوال الاسبوع الفارط خصوصا وانتهى الاسبوع هذا وان شاء الله من الاسبوع القادم يعني مع رجوع اللاعبين الكل مع بعضهم تساوى المستوى البدني ونرجع يعني مجموعه واحده ان شاء الله. بالنسبه اللي كانوا مع المنتخب كما نقولوا الراحه اللي خذاها فالو او ايزيكيل كذلك اللي كانوا مع منتخبه مع المنتخب نتاع بلاده واليوم كذلك باش يلتحقوا عدد من اللاعبيه معناتها كما محمد علي منصر ولا علي معلول ولا غيره شنو البرنامج الخاص بهم؟ شوف بالنسبه للفالو عنده برنامج هيك يعني سافر وعنده برنامج قبل ما يسافر بالنسبه لايزيكيل تعرفوا انتم لعب زوز مباريات وقعد يتمرن غادي وقعد باتصال معنا وكنا نتابعوا فيه وتوا خرج عنده برنامج خاص به هو يعني اول امبارح تمرن بصفه فرديه غدوه ان شاء الله باش يكون عنده تمارين خاصه له هو بالنسبه للاعيبه اللاعبين نتاع الفريق الوطني باتصال يعني دائم معاهم ونعرفوا واش عملوا واش ما عملوش وما تعرف يعني هما عندهم مباريات ما نجموش فما مقيدين بالتمارين نتاع الفريق الاول وقت اللي يجيونا فما برامج خاصه نكملوا بها تكمله اذا كان ناقصين وفي الاغلبيه ديما عندنا لاعبين ناقصين شويه نكملوا لهم.